عبوات المي القابلة للأكل هي عبارة عن طريقة لتخزين المي بس بدون الحاجة للبلاستيك. في الفترة الماضية عبوات المي هاي قاعدة تنتشر بكثرة، واليوم حبيت أصنع هاي العبوة وأجرب أكلها. هل راح يكون طعمها زي المي العادي؟ وهل فعلا هاي ممكن تستبدل البلاستيك؟ احضروا الفيديو كامل عشان تعرفوا. بدأت القصة لما كنت بتصفح التيك توك كالعادة، لما فجأة طلع لي تيك توكية بتحكي عن المياه القابلة للأكل. الموضوع كثير لفت انتباهي وحمسني، وهيك اجى وقت الشغل. بس قبل كل اشي حبيت اخذ غفوة سريعة، يعني والله الواحد تعب يا اخوان. بس بعدها عطول رحت ابحث عن الموضوع. هاي بسموها edible water bottle، يعني قلاني مي قابلة للأكل، وهي عبارة عن كرة تاكلها زي ما هي. طيب راح اكون هادف لمده 5 ثواني فقط واحكي لكم انه البلاستيك جدا سيء. طلعوا يا جماعه كل هالمخلوقات اللي عم تتعرقل بالبلاستيك، والموضوع كثير عم بياثر على حياتهم، فعشان هيك العلماء عم بيحاولوا يتخلى عن البلاستيك باي طريقه ممكنه، وواحده من هاي الشغلات هي عبوه المي القابله للاكل. بس المشكله انها بدها مكونات معينه، يعني شوي صعب الواحد يلاقيها. صوديوم أليجينات وكالسيوم لاكتيت. طبعا كالعاده راح احتاج شريك معي في هذا الفيديو، والشريك اللي اخترته هي خطيبتي صبا. رحنا على محل عفش عشان نشتري الأدوات اللازمة. طيب جايز، هلأ صار معنا كل إشي إلا المواد الكيماوية، وهدول المواد نوعا ما نادرة في السوق، يعني صعب الواحد يجيبهم. بس ما في إشي صعب على مغناطيس النساء. هيهم معي. يس يا جماعة، هذا الكيس فيه صوديوم أليجينات، وهذا الكيس فيه كالسيوم لاكتيت. ممكن بعضكم يسأل، طب أحمد يعني كيف أنت، من وين جبتهم، يعني كيف أنت، هلك أنت خرافي. الموضوع صار قبل 3 أشهر. كنت ماشي في شوارع عمان الحبيبة ببحث عن أي مشكلة أدخل فيها، لما شفت من بعيد رجال شكله مش مزبوط. هذا هو الرجال اللي صار لي ساعة ببحث عنه، العميل 3004، عنده كل إشي بدور عليه. معك البضاعة؟ كلمة السر هي فراشة اليوتيوب. بضاعتك عندي. وبلش العميل يكشف عن البضاعة، لما تفاجأت شو بضاعتي؟ ما تحكي عنها هيك حبيبي. زلمة ايش هاي الملابس داخل؟ انا بدي المواد الكيماوية. مواد كيماوية اذا في 1000 واحد بيبيع مواد كيماوية، هاي البضاعة مخصصة لإلي انا. طيب شو القرف هذا يا زلمة؟ حل عني يا زلمة. شو لا طلعت رايح عند الشخص الغلط، فعشان هيك كان لازم الاقي بديل. فبعديها فتحت موقع اي باي ولقيت كل اشي بحتاجه. هي يا زلمة حقه 10 دولار. قلت لك انه هاي البضاعة مش عندي. هلا والله. هلا والله. وهيك أجل الوقت إنه نبلش تجربتنا العلمية. شغلنا فيديو على الموبايل عشان نعرف نعمل خلطة تبعتنا. وأكون صريح معكم، الموضوع ما كان سهل. يا أحمد ما أنت هيك هم هيزا. أعطي جيب كاس واحدة. حطها كاس. هي طلبت أربعة. كاس واحدة. حطت ستة. كله أربعة ستة كل واحد. أصص. لا لا مو هون مو هون. الله يصبر بدك تركزي شوية، مش ضابط معي الكلام. هذا مبتدئ زيك، طبيعي يغلط بس مش لهالدرجة. And 1 gram of sodium alginate. 1 جرام يعني بصوديوم عليك أي واحد هاد. وهون مخ صبا اشتغل بسرعة فائقة، ملايين الحسابات عم بتصير بكل ثانية عشان يعني 15 ملي. 1 جرام 15 ملي. And make sure these ingredients are properly incorporated. شو هاد؟ ليه صار مقرف؟ لأنه أنت حطيت 20,000 جرام. الواضح انه في اشي كثير غلط صار، لانه عند البنت طلع معها سائل لونه ابيض، اما عندنا طلع معنا هذا الاشي الغريب. طيب مش زي هيك، كبه كبه. شوف الله. لا تمسكها بايدك يمكن يكون اشي سام. بس قبل ما نكب المحلول بالزباله، كان في اشي لازم نعمله. عمار! تعال والله ذوق رز ياباني. يا زلمه هذا هلا جبناه، هذا بنجربه اصلا، ريحته كثير سوشي صح؟ ما له صعب. مو زاكي؟ هو ايش اكل؟ صوديوم ولا شو؟ صوديوم؟ انت كثير ما بموت؟ لا لا. وبلشنا نشتغل على الخليط الجديد. حركة العاصفة. واخيرا خلصنا الخطوة الأولى بنجاح. اوكي هاي الملمس، شايف هاي الملمس الصح؟ شوف الملمس. يا بس قبل ما نروح على الخطوه اللي بعدها كان لازم نتاكد ان احنا ماشيين صح. عمار عمار تعال دوق. ده عامل شيء شكله زاكي كثير. يا
متحمس؟ انتوا متحمسين؟ انا متحمس. انتوا متحمسين؟ انا متحمس. يلا يا شباب صبا متحمسه؟ متحمسه صبا؟ ليش تخلي انا ليش تخلي؟ Take 5 grams of calcium lactate and add it to your 4 cups of water. Sodium lactate. عشان ما يخرب معانا خلينا نحط 4 بالضبط لو سمحت. هاي 4. ليه؟ ليه؟ عشان يطلع بابل. اعطي اداه حكت لا صبا اسمع لا انا بعرف كم الخمس جرام واحد جرام هاي حرف هاي خمس جرام and scoop up some of the sodium alginate solution. هو هي هيك حكت؟ انا بعرف هالمعلومة. انت بتعرف هالمعلومة؟ scoop up some of the sodium. بعرفه شوف تيك توك. Plop it into the calcium lactate bath. لا لازم احط معلقة مش كله. ثلاثة من في هيك. طب انا قلت لك اصبر. هاي صورة الشيء اللي لازم نعمله. هذا قنبلة بحر. اوكي يلا طويها. بعد ما فشلنا فشل ذريع كان لازم اطلع سلاحي السري الميزان. شوف هو كان موجود من اول بس كنت ناسي اني جايبه. ميزان؟ ليش استخدمناه؟ ليش احنا كنا نحل؟ بلشنا نشتغل على الخلطه من اول جديد بس هاي المره باحترافيه عاليه اكثر. واو والله شكلها كثير حلو. ليه لونها ابيض؟ النتيجة طلعت بالمرة ما بتشبه الصور. بس ليك معوقة طالعة مش نظيفة جوا. بس قلنا يمكن يكون طعمها كويس. ما طلع كويس. شوف هي مو سيئة بس بدها شوية تطوير يعني صح صبا؟ قررت أجرب أعملها للمرة الثالثة لأنه أكيد حتزبط بس للأسف صبا بلشت تيأس. بدنا نعملها كمان مرة عشان الفيديو. أحمد أنا مروحة خلص والله صبا نعيدها كمان مرة يا عمي ما بدي يعني ما خلص يلا مرة أخيرة مرة ما بدي يا أحمد مرة أخيرة لا مش مرة أخيرة خلص خمسة 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 هون وقعت ما حد بيعرف كيف صار وقعت اوكي ممتاز مخ من كريزي بشوي ايوه ومعلومة ما كنا منتبهين لها انه لازم نترك الخليط لمدة 15 دقيقة يرتاح قبل ما نستخدمه مش عارف ليش او شو بيعمل فرق بس حبينا هاي المرة نجرب هذا الاشي اوكي ربع ساعة اسمحي لازم ودقت ساعة ال شو بيحكوا هم هون ما بعرف المهم بلشنا نجرب استعد صباح يس مومنت اوف تروث واخيرا التجربة زبطت وصار عندنا فقاعة مي بالضبط نفس الصور الملمس كان كثير خرافي ومنظرها منعش جرب يلا بس ضايل فقط نختبر الطعم واحد اثنين ثلاثة شوفوا هي مي بس مي مر مي مرة مش مرة ولا شيء بس هي ببدأها غبي شوفوا يا جماعة هي مي بس مش زاكية طعمها مثل المي بس مبدأ أكلها هيك بخلي معدتك تقلب حبينا نتأكد من الموضوع فخلينا عمر كمان يجرب مش سيئة صح وحتى محمد اللي كان يصور الفيديو خليناه يجرب فالسؤال اللي حاب أسأله بالأخير هل أنا مستعد أشرب مي شوي طعمها مختلف عشان أنقذ البيئة وأنقذ هذا العالم اللي أنا بحبه كثير؟ لا لأنه طعمها زي الخ